رغم من التطور هناك 2 مليون كائن في البحار لا نعرفها، سبحان الله. يقول العلماء لا يكاد يمر يوم إلا ويكتشف العلم كائنات جديدة في البحار، ومن المحتمل أن تنقرض العديد من الكائنات قبل الوصول إليها أو اكتشافها. على سبيل المثال في عام واحد هو 2014 اكتشف العلماء 1500 كائن جديد في البحر فقط في عام واحد، تصوروا بمعدل يعني 3 كائنات يوميا. ولكن السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة، هل هناك تشابه بين عالم الكائنات في البر وفي البحر؟ الحقيقة هناك تشابه ملفت للانتباه يتجلى في أنظمة عمل هذه الكائنات الحية من البحر إلى اليابسة إلى الجو. دعونا نتأمل مقطع لسرب من أسماك السردين وهي تتجمع وتتفرق بطريقة عجيبة، ثم نتأمل بعد ذلك سربا يقوم بنفس التقنيات من التجمع والتشكل ولكن يرسم لوحات هندسية رائعة. هنا سرب من الأسماك، انظروا أيها الأحبة، عشرات الآلاف من الأسماك تجتمع وتتزاحم ولا تصطدم مع بعضها. هناك تنسيق مذهل في هذا العالم. الحقيقة هذه الأسماك تعيش في جماعات لتضمن حماية نفسها، لأنها إذا تفرقت تصبح فريسة سهلة بسبب ضعفها، وبخاصة أنها ليست مزودة بأسلحة فتاكة مثل الأسماك المفترسة كالقرش والحيتان. لذلك تلجأ هذه الأسماك لأسلوب العيش ضمن فريق العمل، وهذا يضمن لها الحماية والأمان. طيب الآن رأينا ما يحدث في البحر تحت، دعونا نخرج للأعلى ونتأمل سربا من طيور الزرزور التي تعمل أيضا ضمن فريق عمل وتتواصل مع بعضها وتنسق حركتها بشكل دقيق جدا. يعني تأملوا معي هنا، انظروا أيها الأحبة إلى هذا السرب العجيب. 50,000 طائر تقريبا، انظروا عشرات الآلاف من الطيور كيف تحلق وترسم أشكال هندسية وتموجات، سبحان الله. هذا السرب من طيور الزرزور ترسم هذه الأشكال الهندسية الرائعة في الجو، كيف تنسق فيما بينها فلا تصطدم ولا يختل توازنها، مع العلم أنها تجتمع في أسراب يبلغ عددها عشرات الآلاف. هذا التشابه بين الكائنات يذكرنا أن الطبيعة ليست عشوائية، بل هناك نظام محكم، نظام موحد يحكم جميع الكائنات في هذا الكون الكبير. وهنا نتذكر آية كريمة تشير إلى هذه الحقيقة، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى.